سيدنا النبي بص لملك الموت وقال له يا ملك الموت جئت قابضا أم زائرا؟ فملك الموت قال له يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك لتأمرني بأمرك، أنا تحت أمرك، إن أمرتني أن أقبض قبض وإن أمرتني أن أترك تركت. فجبص سيدنا النبي لسيدنا جبريل كأنه بيقول له رأيك إيه، فقال يا رسول الله إن ربك مشتاق إليك. الله. قال وأنا مشتاق للقاء ربي، اقبض يا ملك الموت. فيجلس عند أطهر رأس وعند أشرف قدمي وهو ينادي يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إلى أن صعدت الروح إلى الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام.